بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. والذي كنت أعنيه بهذا العنوان أن الكون يسبح هو لفت الأنظار إلى عقيدة المسلمين. فهناك أناس يسألوننا من أنتم؟ والإجابة على هذا أننا قوم قد آمنا بالله رب العالمين، وأن هذا يجيب على سؤال كبير يسأله البشر لأنفسهم، احتار فيه من احتار وهدى الله فيه من هدى. سؤال مؤداه من أين نحن قد جئنا إلى هذه الحياة الدنيا؟ والإجابة واضحة جلية عند المسلمين، أن الذي خلقنا هو الله، يعرف ذلك الصغير والكبير، ضعيف العقل وقويه يعرفون هذه الإجابة البسيطة ويؤمنون بها إيمانا قطعيا جازما في قلوبهم. ثم بعد ذلك يأتي السؤال الثاني، وماذا نفعل الآن؟ والإجابة أيضا سهلة علينا ولكنها حيرت البشرية، وهي أننا نؤمن أن هذا الإله سبحانه وتعالى جل جلاله لم يتركنا عبثا، وإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهناك ما يسمى بالوحي، فنحن نؤمن أن هناك وحيا، وأن الله في هذه الكتب قد أمر ونهى وأرشدنا في برنامج دقيق واضح بين ماذا نفعل في هذه الحياة الدنيا، فرسم لنا معالم الحلال والحرام، وعرفنا ما الذي نفعله وما الذي لا نفعله. ثم يأتي السؤال الثالث، وماذا سيكون غدا بعد الموت؟ وتأتي الإجابة في منتهى الوضوح، أن هناك يوما آخر سوف يكون فيه حساب، عقاب أو ثواب، جنة أو نار، وأن الذي سيحاسب هو الذي لا تخفى عليه خافية، هو رب العالمين، هو عليم بذات الصدور، هو مالك يوم الدين الذي نعبده سبحانه وتعالى، وسوف يحاسبنا، ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وما ربك بظلام للعبيد. هذه الثلاثة الأسئلة تكون عقيدة المسلم في سهولة ويسر. وكثير من الناس ونحن نشرح لهم الإسلام بهذه الطريقة يستزيدوننا، وهل في عقيدتكم شيء آخر؟ ورأيت أن هذا العنوان قد ينبه على شيء ينساه كثير من المسلمين، وهو أننا نعتقد فيما نعتقد أن هذه الكائنات التي حولنا تسبح، وأننا نسبح أيضا، وبذلك نتسق مع الكون، فنسبح مع الكون لله رب العالمين. هذا قد لا يستحضره المسلم كاستحضاره لوحدانية الله وللتكليف ولأحقية القرآن والرسول والوحي ولأحقية يوم القيامة. الكون يسبح، وأنا أسبح ربي وأذكر، فإنني أشعر أن الكائنات تستجيب معي، تفرح بي، وأنني وأنا أسبح ربي أتسق مع هذا الكون، أتناغم معه في نغماته التي علمه الله سبحانه وتعالى إياها وأنطقه بها. يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يؤكد لنا هذه الحقيقة التي يجب علينا أن نلتفت إليها، لأن هذا الكنز الذي بين أيدينا وهو القرآن الكريم يؤكد علينا أنه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما، وكلمة ما يعني الذي، تطلق ويراد منها أساسا غير العاقل، لكنها عندما يكون هناك اختلاط بين العقلاء وغير العقلاء ويكون غير العقلاء أكثر،
فتطلق على العقلاء وعلى غير العقلاء معا. فسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل شيء. فالإنسان يسبح، والحيوان يسبح، والنبات يسبح، والجماد يسبح، والسماوات والأرض تسبح. يأتي واحد ويقول سبح لله ما في السماوات، لكنه أما يزال يسبح أو أنها حالة قد خلق الله عليها الكائنات ثم مضت لحال سبيلها؟ ويجيب القرآن على ذلك، تسبح له السماوات السبع والأرضين، بالفعل المضارع الذي يؤكد الاستمرار، وأن هذه السماوات السبع وأن هذه الأرضين السبع تسبح لله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، يعني الجماد والإنسان. تسبح له السماوات السبع والأرض، يعني جنس الأرض ومن فيهن من العقلاء من الإنس ومن الجن. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن فهذا الخشب يسبح، وهذه المادة من البلاستيك أو الحديد تسبح، وهذه الحوائط تسبح، وهذا القماش يسبح، وكل شيء يسبح من حولنا إلا أننا لا نفقه تسبيحهم. فهل يستحضر الإنسان منا تسبيح الكائنات حوله وهو يسبح ربه ويفتخر بأن الله قد كشف له سرا من الأسرار لا يدركه كثير من الناس ولا يعرفون ولا يسمعون ولا يفقهون حتى لو سمعوا تسبيح الكائنات؟ فتسبيح الكائنات موجود، نص عليه ربنا وأرشدنا إليه من أجل أن نشعر بالاتساق عندما نذكره ونسبحه سبحانه وتعالى، وهو الذي يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ويقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، إلى آخر ما هنالك من دعوة إلى الذكر. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أكد علينا تأكيدا شديدا أن نكثر من الذكر. وحينئذ ينبغي علينا ألا نفوت الفرصة، وأن نشعر بتسبيح الكائنات حولنا، وأننا مع هذا الكون في اتجاه واحد لعبادة الله رب العالمين. أيضا فإن هذا الكون يسجد لله. يقول ربنا سبحانه وتعالى والنجم والشجر يسجدان، ويقول تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم أيضا تسجد بالغدو والآصال، ويقول ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إذن فعلى الإنسان المؤمن أن يدرك هذه الحقيقة الثانية، وهو أن الكون يسجد. وإذا كان الكون يسبح وإذا كان الكون يسجد، فتذكر هذا أيها المسلم وأيتها المسلمة عند السجود. فعندما نسجد يجب علينا أن نشعر أننا نسجد مع الكون لله، لأن كل شيء يسجد لله، حتى النجم في السماء
وحتى الشجر في الأرض يسجد لله. أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ هكذا يقول رسول الله لصحابته الكرام: إنها تذهب تسجد تحت عرش الرحمن. ومعلوم أن الشمس في مكانها وأن الأرض تدور حولها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى شيئا في الشمس سجودا، والشجر ثابت حولنا يراه رسول الله وتراه الصحابة الكرام ونراه إلى يومنا هذا. وعلى الرغم من ذلك فإنه وصفه بالسجود، فالسجود هو شيء في حال هذه الكائنات يتوجه إلى الله ويسجد لها. وأنا وأنتن نسجد لله رب العالمين سجودا حقيقيا تتمكن فيه الجبهة من الأرض. وسجود المسلم على سبعة أعظم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الجبهة وعلى اليدين وعلى الركبتين وعلى القدمين، وهذه سبعة أعظم يعني سبعة عظام. الكون يسبح والكون يسجد. الحقيقة الثالثة تحت هذا العنوان هو أن هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لنا مسخر لنا، قد سخره الله لنا. يقول الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بإذنه وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يعني مستمرين في حركتهم وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أقر وكشف لنا حقيقة أخرى، وهي أن الكون حولنا مسخر لنا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أسجد لنا الملائكة في قصة آدم التي وضعها في سورة البقرة في أول سورة بعد الفاتحة في القرآن، من أجل أن يبين لنا موقعنا في هذا الكون. أيها المسلم، إنك في كون يسبح فسبح، إنك في كون يسجد فاسجد، إنك في كون مسخر لك فاشعر بكرامتك واشعر بمكانتك عند الله واشعر بقوتك واشعر بأن الله قد شرفك. ومن هنا يجب عليك بعد ذلك التشريف أن تتمسك بما وراءه من تكليف، فإن الله إنما شرفك من أجل أن تعتز بطاعته لا من أجل أن تجاهره بمعصيته سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويأمرنا الله سبحانه وتعالى فيقول: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الإبكار الفجر وما قبل طلوع الشمس، والعشي ما قبل غروبها. ولذلك نرى هذا المعنى أيضا في قوله تعالى:
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ترضى من إشغال الناس له عن دعوته وطريقه بكثرة إيذائه صلى الله عليه وسلم، وبكثرة العدوان عليه، وبكثرة اتهامه، مرة بأنه ساحر، ومرة بأنه كاهن، ومرة بأنه كذاب، ومرة بأنه يتلو عليهم أساطير الأولين، ومرة بأنه كذا. ولم يرد في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من الله على لسانه في القرآن ولا في السنة يدافع عن نفسه، فلم يقل مرة واحدة أنا يا أخوانا لست بساحر، لم يقل مرة واحدة أنا لست بكاهن، لم يقل مرة واحدة أنا لست بكذاب، أنا لست بمفترٍ، أنا لست آتي بأساطير الأولين. تركهم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآيات في نهاية سورة الحجر، وأتى أمر الله في بداية سورة النحل بعدها، وقرأتها قراءة واحدة بدون بسملة، وكأن القرآن جملة واحدة لا فواصل فيه، يسلي قلب النبي ويأمره بعدم الالتفات للأذية بالرغم أنها تضيق الصدر وبالرغم أنها تخنق الإنسان، لكنه مأمور أن يتجاوز كل ذلك، ومأمور حينئذ حتى يتجاوز أن يسبح مع المسبحين وأن يسجد مع الساجدين وأن يذكر مع الذاكرين، فإذ به صلى الله عليه وسلم يكون على الصراط المستقيم كما أراد الله له، وحينئذ يؤدي ما عليه من تبليغ ومن صدع بالحق. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني بالعشي والإبكار، قبل غروبها العشي وقبل طلوع الشمس الإبكار، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، لعلك ترضى وتنسى هذه الأذية وتنسى ما تتكالب علينا به الأمم الآن. وما وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يوجه إلى كل فرد، إلى كل رجل، إلى كل امرأة في أمته إلى يوم الدين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الكون يسبح، الكون يسجد، الكون مسخر لي، الله سبحانه وتعالى كرمني، الله سبحانه وتعالى أمرني ونهاني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إني جاعل في الأرض خليفة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي طلب منكم عمارها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يرسم لنا صورة واضحة من نحن وماذا نريد وكيف نسير في طريقنا إلى الله. ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسماه أهل الله بالكلمات العشر الطيبات حتى نذكر الله بها كثيرا. يعلمنا سبحان الله، أي أنزه ربنا عن كل نقص، وهذا يدل على عقيدة المسلم أنه يؤمن برب واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس عندنا أسرار، وعندنا أسماء الله الحسنى التي ننزهه بها سبحانه. ورد في القرآن
صفات لله تعالى صارت ولتمامها أسماء له 152 اسم، وورد في السنة 164 اسم. وإذا جمعنا ما ورد في السنة على لسان رسول الله وما ورد في القرآن الكريم وحذفنا المكرر يصير نحو 220 اسم، منهم هذه التي اختارها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حديث الترمذي: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وألحق بها أبو هريرة هذه 99 اسم التي نحفظها إلى الآن: هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر ما هنالك. ووردت الروايات عن أبي هريرة بثلاث روايات مختلفة، تختلف كل رواية عن الأخرى في 34 اسما، ومجموع ذلك 164 اسم التي وردت في السنة المشرفة عن طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسماء الله الحسنى تمثل عندنا إجابة للسؤال الذي حير الناس في كل الأديان: من تعبدون؟ نحن نعرف من نعبد، نعبد إلها اتصف بصفات الجمال وبصفات الجلال وبصفات الكمال. أما الجمال الرحمن الرحيم الرؤوف العفو الغفور، وأما الجلال فالمتكبر العظيم شديد المحال الجبار المنتقم، وأما الكمال فالأول الآخر الظاهر الباطن هو الله سبحانه وتعالى. فصفات الجمال وصفات الجلال وصفات الكمال تبين لنا من نعبد، فنحن نعبد الله على بصيرة، لا نعبد وهما ولا نعبد مخبأ كما يقول عنه أرسطو، وإنما نعبد ربا قد اتصف بصفات الجمال والجلال والكمال وبينها لنا بالتفصيل وأمرنا أن نلجأ إليه فيها، فنتخلق بأخلاق الجمال ونتعلق بصفات الجلال ونصدق بصفات الكمال. لا يكون أحدنا متكبرا ولا جبارا ولا منتقما، بل إن هذه من صفات الجلال التي لا يجوز أن يتخلق الإنسان بها، إنما يتخلق ويعبد ربه بصفات الجمال فيكون رحيما رؤوفا على حد بسم الله الرحمن الرحيم جمال في جمال، على حد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، على حد دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب وجدته عطشان فسقته فأدخلها الله الجنة، ودخلت امرأة النار في هرة قطة صغيرة وجدتها حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن فالرحمة يجب علينا أن نتخلق بها لأنها صفة من صفات الله الجمالية، ولو اتبعنا هذا تخلقا وتعلقا وإيمانا في منظومة أسماء الله لكانت عندنا منظومة كاملة للأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحمد لله هي الكلمة الثانية من الكلمات العشر الطيبات، ويقول: عجب أمر المؤمن فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، شكر فأوجر وصبر فأوجر أيضا وأثيب. إذا أصابته سراء قال الحمد لله تحدثا بنعمة الله، أما بنعمة ربك فحدث. أما إذا أصابته ضراء فإنه يقول الحمد لله على كل حال، فهو يحمد ربه ويرضى بقدره فيه على كل حال.
ويرى أن الخير فيما اختار الله، فإن أقامه في الصحة فالحمد لله رب العالمين، وإن أقامه في المرض فالحمد لله رب العالمين، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لا إله إلا الله خير ما قلت وقال النبيون من قبلي، لا إله إلا الله، لأنها عنوان قضية ذلك الكون، أن العبد عبد وأن الرب رب، وأن هناك فارق بين المخلوق والخالق. الله أكبر يذكر المسلم اسم ربه فإذ به يدخل في الصلاة، وقوموا لله قانتين غير متكلمين بكلام الدنيا، فيجعل التكبير حدا فاصلا بين الصلاة وبين ما قبل الصلاة، ويجعل التكبير في الأذان حدا فاصلا بين الوقتين، ويجعل التكبير وهو يسمي على الذبيحة حدا فاصلا بين الإفساد في الأرض وبين أن يفعل ذلك بسم الله لأجل عمارة الدنيا وليس لأجل الفساد في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، وهي مخبأة تحت عرش الرحمن، وفيها ملخص الخير كله. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا قوة بي، وإنما القوة بالله، وإنما القوة بالله سبحانه وتعالى. أستغفر الله التي تفتح كل خير وتغسل الإنسان من أدرانه وذنوبه. حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل أبي: يا رسول الله، أأجعل لك مجلسي كله في الذكر يعني؟ قال: إذن كفيت ووقيت، والصلاة على النبي تقبل حتى من العاصي، لأنها تتعلق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم فيقبلها الله. وفي كثير من الأحيان يسأل الناس عن أنه قد ضاقت بي نفسي، وكلما تبت من الذنب وقعت فيه، فماذا أفعل؟ فنرشده إلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتغير حاله إلى أحسن حال، لأن الصلاة على النبي مقبولة من كل أحد، وهذا باب رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن بهذه العشر الكلمات الطيبات علمنا الإسلام في بساطة وكلنا يحفظها، كيف نذكر ربنا، وكيف نتعامل معه، وكيف نؤمن به، وكيف نشعر بالكون يسبح من حولنا وهو يسجد لربنا، وليست هناك أمة تسجد في هذا العصر سوى المسلمين. المسلمون فقط هم الذين يسجدون لله رب العالمين في العالم، فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. المسلمون فقط هم الذين يجب أن يشعروا بهذا الاتساق بينهم وبين الكائنات التي تسبح وتسجد، ويشعرون بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم من أنه قد كرمهم وسخر لهم هذه الأكوان. شكرا لكم لحسن استماعكم.